من بين النقاط التي تحسب للمترشح سيد عبد المجيد تبون هو محاربة الفساد والرشوة. بداها من بداية العهدة تاعو العهدة الأولى، وأعتقد أنه برنامج اليوم سيد عبد المجيد تبون هو سي اون كونتينيتي نتاع الجزائر الجديدة، الجزائر المنتصرة. كما قال هشام، اليوم الجزائر تنتصر. لماذا تنتصر؟ لأنه فيه عوامل محيطة بالجزائر في إقليمنا وفي جوارنا، الأجواء والحالة لا تسر ولا تطمئن المواطن الجزائري، ولكن هناك مشاريع وهناك برامج من بينها اللي قام بها كرئيس في ولايته الأولى، وراه زاد اقترح بعض النقاط الأخرى لتأمين الجزائر ولطمأنة الناخب الجزائري. ممتاز.